دابا الشباب مع حسين أوزيك على راديو دوزام. السلام عليكم مستمعينا متابعي برنامج دابا شباب مباشرة على راديو دوزام. هذا موعد أسبوعي كيطرح الأسئلة ديال الفئة الشابة خصوصا في الفترة الراهنة وبعد ما يقرب سنتين من الأزمة الصحية جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على القطاع السياحي اللي كيشغل واحد الفئة مهمة من الشباب المغربي، سواء الأنشطة السياحية المباشرة أو المهن المرتبطة بها بشكل غير مباشر. اليوم عندنا جوج ديال الضيوف عبر الهاتف. ضيفتنا الأولى من مدينة أكادير دليلة الشعيبي اللي هي مديرة عامة بالنيابة لوحدة فندقية بمدينة أكادير. مرحبا بك أستاذة دليلة وشكرا على قبول دعوة راديو دوزام. تنشكر دوزام وتنشكرك انت خاصة الأستاذ ألبي أزيك اسمح لي على الاستضافة. مرحبا بك. ضيفنا الثاني اللي غيكون معك من مدينة مراكش هذه المرة الأستاذ محمد بعيو اللي هو الكاتب العام للجامعة الوطنية للصناعة السياحية والأمين ديال المال ديال الكونفدرالية الوطنية ديال السياحة. مرحبا بك أستاذ بعيو من مراكش وشكرا على التواصل مع برامج راديو دوزام. سيدي مرحبا. مرحبا سي حسين، مرحبا لالا دليلة، مرحبا بجميع. الله يكبر بكم. شكرا. إذا عندنا جوج ديال الضيوف اللي هما مهنيين في القطاع السياحي متبعين لهذا المجال، هذا واحد من أكادير واحد من مراكش. البداية مع دليلة الشعيبي، أنت مهنية سياحية بأكادير مديرة وحدة فندقية. البداية معك بخبر إعادة فتح الحدود الجوية ديال بلادنا. الموعد هو 7 فبراير. الرحلات الجوية غترجع من بعد شهرين من الإغلاق، من بعد ما ظهر متحور أوميكرون. إلى حدود الساعة يعني مازال ما عرفناش البروتوكول ديال السفر، أشنا هي الشروط المطلوبة أو اللي غتكون مطلوبة على المسافرين والسياح اللي غادي يجيو عن طريق الجو. لكن كمهنيين أستاذة دليلة على بعد أقل من أسبوع أنه يتطبق القرار وترجع الرحلات الجوية، كيفاش تلقيتوا هذا الإعلان الحكومي ورغم التأخر ديالو والملاحظات ديالكم عليه إلى حدود اليوم؟ هذا الخبر دخل سرور صراحة الله لدى الشغيلة والمشغلين القطاع السياحي والمغاربة قاطبة. زعما خبر جد جد مفرح. ملاحظات ديالنا هي أن الحكومة المغربية تخرج بعدها بتوضيحات أكثر في هذا السياق لتجنب أي ارتباكات عن عملية استقبال السياح وتسهيل تنقلهم بدون قيود صارمة التي اللي غتعيقني السائح المغربي، السائح زعما الانترناسيونال، السائح الأجنبي ولا المغاربة باختيار المغرب كوجهة سياحية. لأن ملي ما تيكون واحد الخبر وما تكونش فيه واحد توضيحات أكثر تيكون كل واحد أشنو تيخرج. دابا حنا بزاف الحوايج وصلونا ولكن ما عرفناش صراحة دابا لي توبيراتور ولا الناس اللي خارجين الخارج وتيبغيو يديروا الحجوزات ديالهم. نعم. ما عندناش توضيحات. يعني كتحدثي على البروتوكول الصحي، الشروط، واش غيكون بي سي ار، واش غيكون اكزاكتومون، واش سي اوبليغاتوار دافوار دو فاكسان ولا تخوا فاكسان، واش واحد غيكون كونفينمون ولا ما غيكونش كونفينمون لهذوك الناس اللي غيكون عندهم، واش غيرجعوا للبلدان ديالهم ولا ما يرجعوش للبلدان ديالهم. لان هذا الشيء هو اللي وقع لينا نيت لا تفكرتوا بان ملي كنا حلينا الحدود. نعم. حلينا الحدود ولكن كانت زعما صراحه الله داك الشيء صارم بزاف اللي ما قدرناش حنا نواجهوا وما قدروش لي توبيراتور حتى ما يواجهوا ولا لي كومبانيي. نعم. اذا الملاحظه اللي كاينه هو انه خص يكون بلاغ اخر اللي كيكون فيه التوضيح ديال هاد الشروط هادو ديال البروتوكول الصحي وكيفاش غنستقبلوا خصوصا السياح الاجانب. ننتقل لمراكش مع الاستاذ محمد بعيو. الجامعه الوطنيه للصناعه السياحيه والكونفدراليه الوطنيه للسياحه، كيفاش استقبلت هذا الخبر؟ محركات الطائرات غترجع للاشتغال، شركات النقل الجوي المغربيه والاجنبيه كذلك كترحب بالقرار، واش في نظركم المغرب كان من البلدان الاكثر صرامه في اغلاق الحدود؟ يعني كان واحد المنع كلي للرحلات الجويه، كان كيتحدث على اللي كيهضر على ان المغرب فقد واحد العدد من السياح خصوصا في منطقه البحر الابيض المتوسط، يعني ضيعنا واحد العدد من السياح في هذه الفتره هذه ديال راس السنه بين دو جانبير ويناير. مثلا هاد السياح كاين اللي مشى لتونس، كاين اللي مشى لمصر وحتى لتركيا. كيفاش تبعتوا هذا الخبر وكيفاش التعليق ديالكم عليه؟ اولا احنا في الجامعه الوطنيه للصناعه الفندقيه ولا حتى الكونفدراليه الوطنيه للسياحه استقبلنا هذا القرار ديال اعاده فتح الاجواء وحتى الحدود البحريه، استقبلناها بصدر رحب
وفرحنا لها بزاف لانها غتجعل واحد المتنفس مهم اللي عاود زرع الامل في بعد فقدانهم بعد 22 شهر حنا كنعيشوا مع هذا الجائحه ومع هذا سد حل ما بقيناش عارفين بعد حتى شي رؤيه. فطبيعه الحال هذا المتنفس الجديد جعلنا اننا نتنفسوا سعداء، ولكن باش ينجح هذا القرار هذا كاين هناك رهان كبير اللي هو تنزيل القرار باش ينجح. الشروط اللي ينزل بها تكون شروط مبسطه، شروط تحفيزيه. هانت تكلمتي وقلتي بان بلدان اخرى ما كانش عندها هاد الصرامه. بطبيعه الحال حنا المغرب كنا من اكثر البلدان صرامه في التعامل مع 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 الجائحه. نعم مع الجائحه، علاش؟ لان حنا في اطار حمايه المواطنين، بطبيعه الحال حنا مع حمايه المواطنين كانت الامور مضبوطه والامور، ولكن كثرنا شويه لان قهرنا واحد القطاع، وهذا القطاع هذا كان بالامكان اننا نتعاونوا معاه بشي امور اللي تقدر تكون خاصه من غير هذا الاطلاق ديال المخطط الاستعجالي. نعم بلدان كيف ذكرتيكم يعني لي كونكورون ديريكت يعني المنافسه ديالنا تونس مصر تركيا مثلا، كنهضروا غير على البحر الابيض المتوسط، من طبيعه الحال كانوا حالين بواحد الشكل كبير، وكانوا تاهموش واش هما ما عندهمش كوفيد، واش ما عندهمش هما الناس اللي غيموتوا، فهمتيني؟ حنا بالغنا شويه، ولكن واخا هكاك حنا تقبلنا ما كاين حتى اشكال. غير دابا الا غنطرحوا هاد العوده وفتح الاجواء، العوده باش نجحوها خاص تكون شروط سلسه، شروط نبسطوا في الاجراءات والبروتوكول الصحي. الا بغينا نعقدوها هي غادي نقولوا عاوتاني واحد راك شفتوا كاين شي ميساجات كيدوزوا لينا تنقولوا فهمتيني واش ثلاثه ديال الجرعات، واش بي سي ار، واش نعم الفكره واضحه الاستاذ بعيو. نعم الفكره واضحه، فقط غنتذكروا يا استاذ ازيك الى لقيت العروض اللي درتها خصنا ولا بدا نذكروها. تونس ومصر وتركيا دارت واحد العروض بالاسعار والعروض مغريه جدا. نعم باش هاد لي كليون اللي دازوا عندها هاد لي توبيراتور باش تفيداليزيهم. وحنا دابا في المغرب واخا غيحلوا كل شيء زعما خصنا نبادروا ونديروا جهود اكثر، لا لونيمتي، لا سي اخ تي، لا سي ان تي، لي زوتوليي، جميع المتدخلين في القطاع. نعم جميع المتدخلين استاذ ازيك. نعم خاص ولا بدا يكون هذاك لو بلون داكسيون اللي كنا تنديروا حنا قبل هذا، خاص الوجهه خاصها تبدل غير لان نعم. حنايا دابا هذا ما كنتمناوه. الفكره ديالكم بجوج واضحه، لا من اكادير لا من مراكش. نمروا نواصلوا في النقاش. غنتذكروا ان الصيف الماضي مثلا السائح المغربي عطى واحد الانتعاشه مهمه للسياحه الداخليه، السياحه ديالنا الداخليه المغاربه ديالنا كانوا في مقدمه لائحه السياح. بغينا نسولو دابا واش كاينه عروض ديال فصل الربيع، عروض مشجعه سواء للسائح المغربي او الاجنبي. هذا سؤال نوجه بدايه لدليل الشعيبي من اكادير. انت في واحده فندقيه، المنتوج السياحي اللي غتقدموه شنو هو، خصوصا بعد فتح الاجواء وعوده الرحلات الجويه؟ مرحبا، من هذا المنبر حنا نود تبليغ جزيل الشكر بعد المغاربه قاطبة لأن تفاعلوا مع العروض ديالنا المقدمة من مخفف بعد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة. لأن صراحة الله جويي من فان جوان جويي أوت ومام سبتمبر كان لو طو دوكيباسيون مزيان وليزوتيل خدموا، المقاهي ولينا تنشوفوا زعما أمل صراحة الله، وتنشكرهم من هذا المنبر. بالنسبة للعروض اللي قدمنا دابا وهي مجدد زعما جد مشجعة، لأن شفنا كي قلتي أنت تركيا ومصر وكل شيء الأسعار والعروض المغرية، حنا درنا نفس الشكل صراحة الله، درنا عروض مغرية بالنسبة لأن كاين حنا دابا إن شاء الله في لا سومين بروشين غيكونوا لي فاكونس كوليغ ماروكان. درنا واحد العروض لي فامي، واخا حنا كان الكونسيبت ديال الفندق ديالنا صراحة الله بانه غيكون ادلت، حلينا جميع العروض اللي درنا لي فامي، درنا لي كوبل، درنا لكل شيء باش زعما ناخذوا السياحه الداخليه والخارجيه. نعم نمروا لنفس السؤال في مراكش، استاذ بعيو في الجامعه الوطنيه للصناعه السياحيه وفي الكونفدراليه، الفنادق ديال مراكش واش يعني مستعده في هذا المجال هذا تقدم عروض مغريه باش مازال نجيبوا السياح ديالنا المغاربه يجيو الفنادق الوطنيه يكتشفوها، لكن كذلك السائح الاجنبي؟
طبيعه الحال طبيعه الحال شكون هذا اللي ما باغيش. وما ننساوش بان حتى في السنوات اللي كنا سنوات عاديه بلا كوفيد بلا والو حتى يعني السياحه الداخليه راه ريبريزونت واحد 30% راه 4% من الناتج الخام. لان ملي تنقولوا بان القطاع السياحي كيخدم 500,000 مستخدم وكيخدم 1.5 مليون ديال المستخدمين من شركات المناوله ولا انديريكت، وكنقولوا بان ريبريزونت 7% من الناتج الخام، راه كاين 4% الى زدنا غتولي 11% 4% غير ديال السياحه الداخليه. صحيح نعم. طب ديك السائح الداخلي اللي هو انا وانت والاخر 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 كلهم ماشي مهمين، فما نحتاجوش نقولوا غير التحفيزات. ولكن انا عندي غير واحد التعقيب. نعم. حنا دابا عندنا جوج ديال الامور اللي كان يمكن الحكومه يعني تستعملها وما صغالي كوتي غير دي تو صفر درهم، هي جوج، هي جهويه العطل 15 عام حنا كنطالبوا بها، جات درناها عام، فهذاك العام اللي درناها ربحنا 36 يوم اضافي ديال 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 سميتو ديال ديال لا 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 في الليليات. نعم. ما يعادل 1.3 مليار ديال. نعم هذه فكره مطروحه ديال لانه تكون عطل على حساب كل جهه. من طبيعه الحال عرفتي علاش يا استاذ؟ لانه كلنا كنخرجوا في دقه وحده وكلنا كنمشيو لنفس البلاصه، واش فهمتيني؟ فكيولي كتولي اشكاليه في الطرق، اشكاليه في الصناديق، اشكاليه في كذا. نعم اذا هذو من الافكار اللي ممكن انه تناقش مع الحكومه ومعكم انتم ككونفدراليه وطنيه للسياحه. احنا طالبنا بها، احنا طالبنا بها وديما كنطالبوا بها، وحنا هذه من الامور اللي ما كتطالبها ما كت يعني ما يعني الحكومه والوزاره الوصيه ما كتطلبش حتى درهم واحد اللي صرف. نعم فقط قرار اللي يفصل مثل هذه المطالب. هذو خاص تكون عندنا الجراه السياسيه والجراه باش نتخذوا القرار. المساله الثانيه هي الشيك فاكونس، الشيك ديال الاخر، ها الشيك فاكونس حنا طالبنا به وخرج في لا فينونس ريكتيفيكاتيف، يعني سميتو القانون الماليه الريكتيفيكاتيف ديال 2020، وخدمت انا بيرسونيلمون في الامور اللي خصها تزيد قدام مع 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 الضرائب مع كذا، وفين هو؟ اذا هادو من القرارات ومن المقترحات اللي مازال ربما على طاوله النقاش انكم تناقشوا مع الحكومه وتطلبوا منها ربما يعني خصوصا العطل الجهويه. هادشي هادشي باكونس هو اش كيجعل؟ كيجعل ان كنعاونوا السائح اللي هو المستخدم، انه كنعاونوه في الاخر ديال الشهر ولا في الاخر ديال العطله ولا في الاخر ديال كنتفاهموا معاه، وكناكدوا انه غادي يمشي للفنادق مصنفه، غيستعمل وكاله الاسفار اللي هي مقننه، غيمشي للمطاعم مصنفه. نعم الفكره واضحه استاذ بعيو، الفكره حيث القطاع السياحي هو قطاع افقي. الفكره واضحه. خليك معايا استاذ بعيو، نفس السؤال يعني نبقى معاك ونوجه لك السؤال ديال المخطط الاستعجالي، راه هضرتي عليه، كاين واحد المخطط استعجالي دارته الحكومه باش تدعم القطاع السياحي، خصات 2 مليار ديال الدرهم لمواجهه تداعيات الجائحه، مجموعه ديال الاجراءات للحفاظ على مناصب الشغل، التعويض مازال مستمر للمستخدمين في هاد 3 شهور، كاين واحد المنح ديال الدعم. السؤال ديالي استاذ بعيو، انت كاتب عام الجامعه الوطنيه للصناعه السياحيه، مدى استجابه هذا المخطط للانتظارات المهنيين؟ كاين اللي كيتحدث على ان بعض المهن مثلا اللي مرتبطه بالسياحه غير معنيه وتم الاقصاء ديالها، كاين اللي كيتحدث كاين واحد الرؤيه ما واضحاش حول شروط الاستفاده، كيفاش تبعتوا يعني هذا القرار هذا او هذا المخطط الاستعجالي لدعم السياحه؟ اولا احنا كنشكروا الوزاره الوصيه على هذا اطلاق هذا المخطط التعجلي لدعم القطاع السياحي اللي جاء من بعد مجموعه ديال اللقاءات مع مع الكونفدراليه الوطنيه للسياحه. احنا في الكونفدراليه الوطنيه للسياحه عطينا واحد المشروع فيه 10 ديال النقاط كنسميهم لي دي كوموندرو، وهاد 10 ديال النقاط متسلسله بما هو استعجالي، بما هو متوسط المدى وبما هو طويل المدى. الاستعجالي هو نعتقوا عباد الله ونعطيهم باش ما باش ما باش ما داك الدعم الشهري بقى ديال المستخدمين. فوالا متوسط المدى هو انه هاد الشركات اللي هي خدامه خصها الشركات السياحيه كامله بجميع القطاع خصها نعتقوها من لاش من الافلاس. والمطوم طويل المدى هو انه نفكروا اونصومبل كيفاش غادي نديروا باش نرسخوا القطاع ونزيدوا به. نعم اذا
فهاد الاطار هذا المخطط التعجيلي كان من 4 ولا 5 ديال النقاط، منها تصريف تعويض جزافي ديال 2000 درهم خلال الربع الاول من 2022. هذا غادي يضم مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفه. غير باش نذكر الاخ حسين، راه افالور دو جوغ دوي دو جوغ دوي دابا راه باقي ما كاين لا ديكري ولا كونفونسيون. ونعطيك كاع انا مساله اخرى، انا في اتصال دائم مع الاخوان نتاع الميزانيه ولا الاخوان نتاع لا سينيزاد. المنحه الجزافيه نتاع شهر 12 اللي كان خصها تصرف في 24/1/2019 باقي ما تصرفش، مازال ما تصرفاتش، اذا كاين تاخير في تصريف هذه المستحقات. احنا دابا بعدا التصريف بلاتي، ودابا التصريف بعدا غير ديال 12 اللي كان ديجا الامور واضحه فيها. اما ما كنهضروا على هاد على جونفي فيفري ما حنا لو 1/2 وباقي ما كايناش لو ديكري وباقي ما كايناش لا كومبوسو وباقي لا بلاتفورم محلوله. اذا كاين تاخير في صرف المستحقات. نعم هاد خير كيجعل انك هذاك لو غو ديال 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 لا ديسيزيون كيتفقد. ثانيا كنتكلموا على تاجيل ولا كنهضروا على 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 اعفاء اصحاب الفنادق من الضريبه المهنيه في 2020 2021. انا بغيت غير نسال واحد السؤال، علاش قصينا وكاله الافطار؟ علاش تقصات المطاعم المصنفه؟ بالفعل او المرشدين السياحيين، واش هادو ما تيساهموش في القطاع السياحي؟ كيساهموا بالفعل، كاينه فئات واسعه. اسمح لي نقطعك، الفكره واضحه. هادو مقننين يعني تابعين لوزاره السياحه وعارفاهم من غير يمكن المطاعم المصنفه، ولكن هادو ما فهمتش انا علاش تقصاو. وحنا نعم. بالكونفدراليه كنطالبوا انهم يستافدوا من هذا المخطط، ولا هذا المخطط راه ما بقى عنده معنى اذا كنا غنعطيو لشي وشي ما نعطيوش. راه كلشي في القطاع، حنا راه قطاع افقي، راه ملي كيجي الفكره ديالك واضحه استاذ بعيو. اسمح لي غنقطعك، بالفعل كاينه فئات واسعه من المجتمع المغربي، خصوصا مراكش واكادير وباقي المدن السياحيه، كاينه فئات اللي يعني كيرتبط المورد ديالهم والدخل المعيشي ديالهم كيرتبط اساسا بشكل مباشر او غير مباشر بالحركه السياحيه. في هذا المجال نمروا لضيفتنا الثانيه من اكادير، دليل الشعيبي، حول دعم الدوله للفنادق من اجل الصيانه والتجديد. هذا سؤال مطروح بجهة سوس ماسة بوجهة أكادير بالتحديد. العديد من الشباب كيتسألوا واش غيتم تجديد وتأهيل عدد من الفنادق اللي حقيقة خصها يعني صيانة. في شهر دو جنبير الجهة كان عندها توقيع ديال اتفاقية ديال برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية. نسولوك على أهمية تأهيل هذه الفنادق وفين وصلنا في هذا البرنامج والمتابعة ديالك لهذا التأهيل والصيانة للفنادق. أستاذ أزيك، صراحة الله هذه مبادرة مثالية الأولى من نوعها. ما عمرنا ما شفنا بأن أي مدينة دارتها. هذه المبادرة الأولى ديال كي قلت الجهة تماسة. وصراحة الله كان إلي تي طون يعني فريمون باش يكونوا لي زوتيل باش يبداو تحسين البنية التحتية ديالهم للفنادق وتجديد الاسطوات بصفة خاصة، الرفع من جودة الخدمات. لأن بعض المرات تيجيو الناس سائح أجنبي ولا مغربي ولا شي حاجة تيقول لك حرام هاد لي زوتيل هادو باقيين بحال هكذا، باسكو في تركيا وفي مصر وداك الشيء تيكونوا دي كونفونسيون ديال الدولة. ملي تيشوفوا الفندق والسيد اللي عنده الفندق ديالو ما عندوش لي موان باش يديرهم، تتنوض الدولة هي اللي تتقدر تتعاونوا في هاد الصيانة والتأهيل. نعم الصيانة والتأهيل وكل شيء. انا زعما تنتمنى انا شخصيا ان تعمم هذه المبادره في الفنادق باجملها، لان في المغرب في جميع جهات المغرب. نعم جميع جهات المغرب، ولكن باقي الفنادق، لان كانوا غير 3 فنادق استاذ هنا في جهه ماسا، باقي الفنادق اللي خصهم الثاني ديال البرنامج غيهم الفنادق الاخرى. نعم اسمحوا لي مستمعينا متتبعي برنامج دابا شباب على راديو دوزيم، اليوم الموضوع ديالنا هو القطاع السياحي من بعد القرار ديال فتح الحدود الجويه ومن بعد سنتين من الازمه الصحيه. معنا دليله الشعيبي اللي هي مديره عامه بالنيابه لوحده فندقيه من اكادير، وضيفنا الثاني من مدينه مراكش الاستاذ محمد بعيو الكاتب العام للجامعه الوطنيه للصناعه السياحيه وامين مال الكونفدراليه الوطنيه للسياحه. نمروا الموضوع فرص الشغل اللي كيهم العديد من الشباب. غادي ناكدوا بان الفئات الشابه المغربيه فقدات مناصب الشغل. انتم كمهنيين واش يعني تترقبون عوده يعني قريبه او العوده قريبه للفنادق يكون عندها طلب على يد عامله من جديد؟ في هذه السنتين
كاين فوج اللي تخرج، الفوج اللي قرا واستفد من التكوين في عدد من المؤسسات ديال التكوين الفندقي، كاين عقود العمل مع الانعاش الوطني، كاين الشباب ديالنا اللي كاين في لو اف بي تي تي ديال المعاهد ديال التكوين المهني. استاذة دليلة، واش كاينه برامج وشراكات مع هاد المؤسسات هذه باش ندمجوا الشباب يعاود يرجع للمجال السياحي؟ احنا صراحه كمجموعه بيكا الباتروس حاولنا ايجاد حلول تدبيريه لهذه الجائحه، وحافظنا زعما على اليد العامله تضافر الجهود من كافه المدراء لوضع استراتيجيه تمكنتنا على الحفاظ على الاغلبيه الساحقه من الشغيله. يعني شنو درنا؟ درنا بحال ان بلانين، الناس اللي يخدموا 20 جوغ والاخرين حتى هما يدخلوا باش ما نخليوش شي حد كاع زعما يتوقف على الشغل ديالو. وهذه الاستفاده للشغيله اثناء فتره الجائحه درنا بتدريبات خاصه لكل الاقسام وشملت المديرين حتى هما، يعني درنا دي فورماسيون اون انترن وجبنا دي انترفونون دو ليكستيريور باش نخليو، لان ملي ما بقاوش زبناء صراحه الله استاذ ازيك الواحد حتى لومان اون جينيرال ما تيبقاش هذاك لو سوغيغ، ما تيبقاش هذيك هذيك البوزيتيف. يعني الفندق الفندق خاوي ولا فيه عامر ب 10% اللي كاينين 4% 6%، احنا خلينا بان باش نبقاو دائما هذاك لو صغير نكونوا افونون، نكونوا فريمون باش ملي تاخذ ملي تكون ان شاء الله احنا عندنا زعما صراحه الله تنتسناو بفارغ الصبر باش تحل الحدود وباش يكونوا الحدود زعما صراحه الله ما يكونوش دابا زعما اللي تيحطوا لينا تيحطوا لنا قيود كبيره بزاف، باش يجي الزبناء من الخارج يلقاوني ديجا حتى البيرسونيل موجد لا بالصغير ديالو ولا لا. هذا ترى قمنا بالامضاء صراحه اون بلان كوفيد، حنا قمنا بالامضاء اتفاقيه مع الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل وكفاءات المسمات بلانابيك لتشغيل 80 اجير في كافه الاقسام، ودابا نيت هما باقيين معنا هاد الناس هادو. ودرنا عاوتاني امضاء اتفاقيه مع مكتب الوطني للتكوين المهني لو بي بي تي تي، ونيت دابا والله العظيم اوجوردي دخلوا لنا باغ ديبارتمون دي ستاجير الحصول على اش غنقول لك تدريبات في كافه الاختصاصات السياحيه والمواكبه ديالهم، سواء باش يلقاو اشغال لان كاين فنادق اللي سدوا كاع وكاين الفنادق اللي باقيين حالين. ونتمنوا انه جميع الفنادق يعني يعاودوا يحلوا من بعد 7 فبراير، ونتمنوا انه الفئات الشابه ديالنا يعاودوا يرجعوا للعمل ديالهم في الفنادق. نعم سمحي لي استاذه دليله غنقطعك لان حتى الوقت ما عندناش. استاذ بعيو، في نفس السياق المكانه ديال الشباب في عوده الحياه للنشاط السياحي، واش كاينين فرص عمل للشباب في مراكش؟ نعترفوا ان عدد كبير من الشباب ديالنا فقدوا فرص الشغل ديالهم، المهن المرتبطه خصوصا ماشي غير اللي في الفنادق مباشره، كان مجموعه المهن المرتبطه بالحركه السياحيه توقفت عدد من المهن السياحيه اللي مرتبطه بالقطاع السياحي. اشنو غتقول لنا واش كاينين فرص عمل الشباب ديالنا؟ طبيعه الحال طبيعه، لكن انا بغيت نذكر واحد المساله. اولا هذه الجائحه هذه جات وجمعت على كل شيء بالنسبه للفنادق اللي كنعرفوا، بالنسبه للفنادق اللي كنشتغل فيها نتاعنا احنا. احنا ما 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 يعني باش نذكر بانه من ضمن الامور لونغاجمون باش تصرف لك 2000 درهم خاص او موا تو دو غاردي 80% من الناس اللي ديكلاريتي في شهر 2020. دونك حنا دابا الاخوان اللي مشاو راه مشاو من ديت نفسهم، لانهم الناس انت كتقهرات، الناس ما قدراتش تعايش 15 شهر ب 2000 درهم. واحد كان عنده واحد المستوى ديال المعيشه وعنده كريديات وعنده قروض وعنده كذا ب 15 12000 درهم وغتعطيه 2000 درهم. الناس خرجات هي من بيتها راسها، ملي كاين حتى شي فندق اللي قال لهم سيروا الله يهنيكم ولا شي حاجه بحال هكا. ففي هذا الاطار هذا ما ننساوش بان الدوله كتصرف مصاريف تقريبا كيتقام كل 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 شاب كيحتاج شي حاجه كيتقام تقريبا بشي 7500 درهم على التكوين ديالو في الاخر. فاحنا بطبيعه الحال من استعدادنا ان الاخوان غير هاد الاخوان هادو اللي خرجوا من القطاع السياحي مشاو لقطاعات اخرى وتهيكلوا في القطاع السياحي، هادو فقدهم القطاع السياحي اكيد. منهم كنطالبوا منهم يرجعوا باش ما نضيعوش حنا عاوتاني الوقت، ولكن حنا خدامين ديما. نعم. كو سوا في الجامعه الوطنيه، لا الجامعه الوطنيه الصناعه الفندقيه ولا في الكونفدراليه، كنطالبوا جميع الاخوان اللي معنا انهم كيديروا دي التكوين والتكوين المستمر، من غير التكوين اللي كيدار في الفندق ولا في وكالات الاسفار ولا في المطعم،
فكاين التكوين اللي كيدار اترافير دي كيف قالت الاخت دي غولاسيون ولا سورتو كاينه جياك اللي هي كتتفاهم معاك في نعم. دير واحد لانجينيور فورماسيون دير واحد لو بلون فورماسيون اللي كترومبورسا فيه من لو اس بي تي. فهاد المساله ديال التكوين المستمر بالعكس الحاجه الوحيده اللي ربما استفدنا منها من غير اننا ولينا كنعرفوا بانه في هاد الجائحه هو انه الاخوان اللي بقاو معنا استفدوا من التكوين نعم. المستمر. استاذ بعيو الفكره واضحه. كاين مناصب اللي حنا كنطالبوا كنقلبوا على الاخوان يلتحقوا بنا لان الا رجعت مزيان هذا هو اللي بغينا رجعت الماكينه غترجع ان شاء الله غترجع الديناميه وترجع الحركه للسياحه عما قريب ان شاء الله. عشرات الالاف الا ما قلتش سميتو ديال المناصب شغل اللي غادي تكون هذا ما كنتمناوه. بغينا نساليو بواحد النقطه ايجابيه واحد النقطه ديال التفاؤل. بغينا نعرفوا من ضيفينا في دقيقه واقل من دقيقه واش عندكم رؤيه للمستقبل امتى غيرجع التعافي للسياحه المغربيه وترجع لسابق عهدها. استاذه دليله واش كترقبوا تعافي القطاع قريبا؟ نديروا واحد شويه ديال التفاؤل يرجعوا مناصب الشغل. واش ممكن من هنا للصيف من هنا لنهايه هذه السنه اشنو يعني الترقب ديالك؟ صراحة الله ترقب جنة إن شاء الله بأن تعود الأمور إلى سابق هذه وتعود الحركة السياحية المغربية لطرق الأبواب العالمية مجددا. أكيد إن شاء ولكن الله. أنا إن شاء الله بحول الله غنقول لك واحد لو بوان تري امبورطون لأن إن شاء الله في المواد أفريل كاين عندنا بيسح يعني عندنا ديجا حجوزات وجيسبيغ كو صراحة الله تال من هذا المنبر زعما غنقدم جزيل الشكر للكونفدرالية الوطنية للسياحة برئاسة مشي حميد بن طاهر لأن صراحة الله الكونفدرالية هي اللي نات افيك لي سي اف تي وكل شيء هي اللي نات دارت واحد كي قال لك مشروع وهذاك المشروع كان هام جدا نعم لأن داروها اكور تيرم موين تيرم و ا لون تيرم. نفس السؤال وصلني استاذ بعيو غنقطعك لأن ما بقاش عندنا الوقت. استاذ بعيو في اقل من دقيقة واش غيرجع التعافي للسياحة المغربية؟ ان شاء الله باذن الله تعالى كنشكر لنا دليله هذا واجب حنا في القطاع تكون مرحبا هذا واجب هذا قطاع ديالنا وكنعيشوا منه كاملين وراه ما يعادلش المليون ديال المغاربه اللي كيعيشوا منه بلا ما نهضروا على الاسر. حنا الاستاذ حسين حنا هذا الشيء كل شيء راهين هذا اللي كتكلم على عوده التعافي ونرجعوا للحركه لا راهين بالاجراءات اللي غتاخذها الحكومه الا بغات القطاع يزيد قدام راه ما يمكنش حليتي الحدود صافي من غدا غادي يطيحوا عليك السياحه تولي 90% حنا الا سالينا العام ب 30% ولا 35% تبارك الله العام الجاي الا سالينا ب 50% و 60% تبارك الله ما تنساش بانه تيقول لك بعيد على العين بعيد على القلب حنا راه كاين شي مارشيات اللي نسيناهم خصنا نعاودوا نغذيو الاسواق شكرا لكم شكرا لكم بجوج الفكره واضحه استاذ بعيو القطاع السياحي والمجال السياحي خصو اكثر من برنامج. دليله الشعيبي انت مديره عامه بالنيابه الوحده فندقيه بمدينه اكادير. ضيفنا الثاني من مراكش استاذ محمد بعيو الكاتب العام للجامعه الوطنيه للصناعه السياحيه وامين مال الكونفدراليه الوطنيه للسياحه. شكرا لقبول دعوه برنامج دابا شباب. هذا شباب يناقش يحاور يبدي اراءه. ساكون سعيد بمرافقتكم في مواعيد قادمه ان شاء الله مع دابا شباب كل يوم ثلاثاء مباشره على الساعة الواحدة زوالا ضمن برامج راديو دوزام. إلى ذلكم الحين الطاقم التقني والصحفي يحييكم والسلام عليكم. نعيش معكم